انطلقت من جديد حملة نظافة إزالة الأتربة وفواضل البناء التي يشرف عليها رئيس المجلس الجماعي لبرشيد السيد عبد الرحيم كاميلي شخصيا نهاية هذا الأسبوع بالبقعة الكبيرة المتواجدة بحي الراحة، حيث تم تسخير عدد من الشاحنات والآليات لإزالة عشرات الأطنان كمرحلة أولية. واحد العملية اللي قمنا بها يعني جميع واحد الارباب الشاحنات طلبنا منهم باش هما يتعاونوا معنا على هذه الحاله الكارثيه اللي كاينه حتى هي في هذا الموقع هذا اللي كتشوف فيه اللي هو نقطه سوداء بالنسبه للساكنه. حنا كنديروا توا واحد المجهود وهذا الشيء لقيناه يعني متراكم من قديم، هذا الشيء ماشي الله 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 جديد، هذا تقريبا في عمره واحد 14 عام ولا 15 عام وهذا هنايا كتكون هاد النفايات هنا وداك الشيء. اذا حنا الحمد لله كنحاولوا باش نتغلبوا عليها ونحيدوها. السيد مول المشروع حتى هو كذلك راه يمكن مستعد باش غادي يجي يبدا في هذاك المشروع ديالو، ولكن من طبيعه الحال ما غادي يبدا المشروع ديالو حتى ينقي هاد الشيء وغادي نكونوا تفكينا من هاد المعضله هذه، هاد المشكل اللي كاين اللي هو وارد على المدينه. يعني دابا حنا طلبنا ارباب الشاحنات اللي هما خدامين معنا دابا متعاونين معنا ومساعديننا، الشركات اللي عندهم لي زونجان والبطاكسات الكميه الدوليه، انا شخصيا حتى هما خدامين باش نسميتو نحلوا هذا المشكل هذا، ونتمنوا والله باش نتغلبوا على هذا المشكل، ونتمنوا والله اللي يحشمنا والله يجعلنا دائما تحت القياده الراشده لصاحب الجلاله. بالنسبه للمشكل ديال البقعه هذه وهذا الشيء دابا هنا، هذه بادره طيبه ممتازه يعني باش يحيدوا هذا الشيء ديال هذه، راه ماشي مشكل ديال الزبل ولكن مشكل ديال التراب ديال البنايات ديال الناس كيلوحوا داك الشيء ديال الحجر البنيه الطايح وكشي هذا، وكنتمناهم الله باش تكون يعني هاد البقعه كانت دايره وعند نقطه سوداء في مدينه برشيد. ودابا الحمد لله على هاد البادره، وكنشكروا الناس اللي ساهمت يعني من مجلس بلدي ولا من بعض الناس اللي ساهموا بالكميونات، كل الحل السي الكامل ساهم بسبعه كميونات، شي اخ توا شي اربعه كميونات. بالنسبه لهاد البقعه هذه خاصهم يديروا لها السياج والعساس، وبالنسبه حتى للجهه المسؤوله باش نتابه لا السلطات ولا كاع جميع المسؤولين على هذه المنطقه هذه باش نتابعوا باش ما تبقاش الناس تلوح في هذا، راه واخا حيدوا الشيء هذا وما كانش العساس والسياج راه نفس المشكل غادي يعقب يتعبى الشيء هذا. ويشار ان هذه البقعه منذ سنوات وهي تتراكم بها فواضل البناء مما يشوه جماليه الاحياء المجاوره، وازالتها تتطلب اسابيعا بسبب حجمها الكبير.